قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. افتح معايا شاهد تاني عشان أشوف الألفاظ دي. رومية 6 وعدد 17: فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها. وإذ أعتقتم من الخطية، أعتقتم، تمت، حصلت، مش لسه هتحصل، صرتم عبيدا للبر. إذ أعتقتم، دلوقتي الخطية ما ينفعش تسود عليا. أكرر، أول ما تلاقي ليه في أعراض بتجيني وأنا حاسس الخطية مستعبداني، لأنك ما كنتش عارف إيه اللي عمل يسوع. هتقولي الموضوع كده بس معرفة يعني؟ هقولك آه، بس معرفة مستفيضة شاملة، وتعرفك إزاي توصل للاستفادة من العمل يسوع، من العار والخزي إن الناس النهاردة تعيش عبودية بعد ما يسوع حررنا منها. كلف نفسه كتير عشان يجي على الأرض. الموضوع أعمق وأضخم من إن هو مات على الصليب بس. للأسف قلتها وبقولها تاني، أحد الخدام للأسف قال جملة، قال في ناس ماتت ميتات أبشع من اللي عمله اللي حصل في يسوع. نعم، الإجابة نعم، في ناس اتقطعت. لكن إيه اللي يميز ميتة يسوع عن الميتات الباقية؟ اللي نزل الهاوية تحت، مش بس الجسد، إن هو عبر في شراسة وعظمه طلع من مكانه، وزي ما شرحت السلسلة السنة اللي فاتت، لدرجة بدأنا نشوف الكتف بتاعه طالع، العظمية طالعة بره، لكن لم تكسر عظامه، دي ليها أسباب عند اليهود. في الوقت ده عظم من عظام رام يكسر، لكنه بدأ يطلع من المفاصل، بدأت شكله تشوه. نعم، هناك من مات حيوان كده وحيوان كده، يمسكوا كل أطراف الأربعة ويبتدوا ينطلقوا فيتقطع أربع حتت. في ناس ماتت أبشع من كده، لكن للأسف ما لا يعلمه هذا الخادم للأسف هو قال جملة إنه بلاش تفكر بصورة زي كده، إن في ناس ماتت أبشع من يسوع ليعلي استشهادات ناس تانية. ونعم، نقدر استشهادات الناس التانية، لكن ما صنع يسوع أنه نزل إلى الهاوية وهزم إبليس، وهذا لم يفعله أحد. عشان كده اللي صنع يسوع موضوع أضخم بكتير من أن إحنا نفكر في الصليب فقط الذي هو ليس قليل. السنة اللي فاتت شرحت في سلسلة برضو في وقت القيامة عن كم الأرواح الشريرة اللي بدأت تهجم على رب يسوع في الوقت ده، كم الأرواح الشريرة اللي بدأت تحاوطه وبدأ يشوف وهي بتتكلم على فم الناس. الأمر كان مؤلم، فالألم كان نفسي وجسدي وقبل كل ده روحي. الصرخة اللي صرخها يسوع ما قالش أي من أي حاجة غير فقط حاجة واحدة بس: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هي دي أكتر حاجة عميقة. نرجع تاني للشاهد، فبيقول نشكر الله أنكم كنتم عبيدا للخطية، ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي سلمتموها، طريقة الحرية هي. إذ أعتقتم، أنكم سمعتوا تعليم، أعتقتم الخطية، صرتم عبيدا للبر. بيستخدم لفظ في اليوناني عن كلمة عبيد هنا مختلف عن التاني، وكأن بولس عملي يستخدم ألفاظ عشان يشرح لنا السوء اللي الناس فاهمين الكلام ده، الناس فاهمه وهو بيقروا الرساله دي معنى الكلام ده ايه. زي بالظبط شخص كده دخل لقسم مثلا اورام في المستشفيات، ففهم يعني ايه الناس تتقوح. شخص ما دخلش مستشفى قبل كده، طبعا الناس بتتالم، لكن ما يعرفش يعني ايه الناس تتقوح غير لما يشوف يعني ايه الناس تتقوح. بنفس الفكره، الناس دي كانت فاهمه معنى الكلام اللي بيتقري وبيتقال في الرساله، وهو بيعلم
وجها لوجه أو بيبعت رسالة. الكلمة دي في اليوناني جاي معناها دولوس. الكلمة دي هي حالة ابتلاع. ابتلاع. خليني أفهمك معنى الكلمة دي معناها إيه. إن الشخص بقيت الإرادة بتاعته، ركز في دي كويس قوي عشان هنا اللي كذا مرة بأكد عليه، إنك تشعر إنك حاسس بحزن، حاسس بملل، حاسس بعدوانية تجاه شخص، ما إلا عبارة عن أرواح شريرة بتضيف الصوت بتاعها عليك. هنا بقى حالة ابتلاع، عشان كده بنيجي تدخل إلى تفنيدة الكلمة واستعمالاتها في الوقت ده، وهي حالة فرض الصوت والإرادة والمشاعر على الشخص، ما هو استعبده. فبمعنى معنى تاني، إنه كأنك زي الكرسي، أنت بتحرك الكرسي ما بقيش عنده إرادة، ابتلعت إرادته في إرادتك أنت. فالعبد هو شخص مبتلع الإرادة بتاعته إلى أن بقي معتقد ومتوهم إن هو ده الصح. وده اللي أدى إن الشعب اللي خرج مع موسى تعب، لأن العقلية بتاعته كانت عقلية عبودية لمدة 200 سنة. هم قعدوا 400 سنة، لكن 200 الحال بدأ يتدمر على حياتهم، وكان الحال بدأ يعني يتعبوا نتيجة فرعون تغير، وبدأ يموتوا ولاد يعقوب كلهم. فبدأوا شعب ساعتها الفراعنة في الوقت ده وقفوا ضدهم، فهم تعذبوا في العبودية 210 سنة بالضبط، لكن عاشوا ما هو ناقص 400 السنين دي، كانوا عايشين في وفرة وفي روعة في الوقت ده، عشان كده ده حسب الأبقيات بتاعتهم. رجعوا مع موسى طالعين معاه، لكن القلب والأفكار لازالت هي أفكار بتاعت مصر. فهم ماشيين بالروح وماشيين بمصر وهي دي اللي بتحصل مع الشخص، هو بيتعامل مع الكلمة، إنه تيجي الكلمة تقول له حاجة معينة، لازال عنده أفكار، مقتنع إن دي أفكاره، وهي كانت مش أفكاره، دي كانت أفكار إبليس، وهو ما إلا كان مبتلعه، فهو بقي صوته زي صوته. حصل حالة من تشابه أو حالة من الإقناع إن الصوت بتاعه هو الصوت بتاع إبليس، يعني بقي الصوت بتاع الشخص. عشان كده بتكلم نقراها بالمنطلق ده. فشكرا لها أنكم كنتم مبتلعين للخطية، فكل حاجة تقولها الخطية تعملوها، لأنكم أنتم كنتم مبتلعين حالة من العبودية الابتلاعية، فكنتم معتقدين أنكم هي دي، طالما الفكرة جات لي بخلاص. طب إيه الفرق بينها بين اللي قبل كده؟ في رومية 7 عدد 14، فإننا نعلم أن ناموس روحي، وأما أنا فجسدي، أنا متباع تحت الخطية، نقل إيه؟ نقل ملكية، نقل ملكية. هو محو للشخصية بتاعت رومية 7 بيتكلم عن محو للشخصية، هو حالة من كسر الصورة الذاتية. يبقى إذن حالة الإنسان قبل ما يقبل يسوع إن كانت العبودية هي كسرة شخصيته والصورة الذاتية مضروبة. فطبعا لما يبتدي يقبل يسوع وهو كبير ومشي شوية مع إبليس يختلف عن ما هو طفل، وهو طفل طالع صح، بيسمع الكلمة صح، بيعرف الهوية، زي جيل يشوع. جيل يشوع يختلف عن جيل موسى. زمان كتبت مقالة عن الفرق بين جيل موسى وجيل يشوع. جيل موسى جيل طلع شايف العبودية مش مقتنع غير بيها، نايم صاحي فيها، ناس ماتت وناس عاشت، فطبعا مش شايف غير حالة من العبودية. فلما مشي مع موسى كان في حالة من ايه؟ التضاد الغير مقصود. وده اللي بيحصل لما يجي شخص يتابع مع شخص روحيا، يبتدي يحس ان في حاجة شقلبت حال. ايه ده؟ انت بتقول لي ان انا ما اقولش الجملة دي في الصلاة، ده انا متعود اقولها. حالة من ايه؟ حالة من إعادة الهيكلية تاني في الذهن. وطبعاً لأنه ماشي بمشاعره وبحواسه الخمسة، مقتنع بالسعادة والنشوة الداخلية إن هو كده بيصلي صح، وهي ما إلا نشوة بشرية.
فإبليس ضرب هوية الإنسان وضرب قيمة الإنسان. عشان كده رب يسوع لما جاء على الأرض نزل لكي يفتدينا، بمعنى يطلعنا برا الشخصية التي لا تعرف أن تقول لا. عشان كده في ناس يقول لك أنا حاسس بكده، يبقى هو ده أنا. مين قال الكلام ده؟ هو الكتاب يعلمنا أن إحنا لم نعد تحت إيدين إبليس. رومية 7 بيتكلم عن قد إيه كنا متبعين، أي كانت أوراق الملكية بتاعتنا لحد تاني. السوق ده اللي كان سوق العبيد، بولس كان بيدخل المكان ده ويتفرج. كان في ناس، وشفنا قصص زي بوليكاربوس، حاجات من الأبائيات موجودة، كان الشخص اللي كان معاه فلوس يروح يدخل السوق ده ويشتري العبد ويطلعه من تحت إيدين المقيد ده، مش عشان ياخدوا عبد عنده، عشان يطلقوا حرا. لان ده اللي اتفهم وفهموا، ان ما فيش شيء من الصح في حاله العبوديه اللي طلعنا عليها. بدات المسيحيه تكشف هذا الامر. عشان كده افسس النهارده هي حطام. ليه؟ لان بعد شويه جم الناس قالوا انتوا قتلتوا بولس، هذه المدينه لن تكون مره تاني. هذه المدينه كانت مضاده لانجيل يسوع بحالات الاستشهاد، فحصل الثوره. لا احبزها ولا فصفها، بس اوضح لك التاريخ بيقول ايه. الى ان مسكوا الاماكن وكسروها بالشواكيش. هي دي نفسها ارتميس، عباره عن لما تيجي تبص وتدرس الجغرافيا والمناظر بتاعتها وتكتشف انهم كانوا طول الوقت بيعبدوا ارتميس، وكانوا بيعملوا موسيقى عاليه جدا من ضمن الالهه اللي كانت موجوده، موسيقى عاليه جدا. عشان كده بولس لما بيجي يتكلم في كورنثوس 13 بيقول نحاسا يطن وسنجن يرن، هو يعني هذه الآلهة اللي بتعمل دوشة، فهي عاملة زي حاجة زي قلتها، فكانوا يعملوا دب 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 دب، فيبتدوا الناس يمشوا من المكان ده، فالناس يفتكروا ان الأرواح هي اللي مشيتهم، الآلهة هي اللي مشيتهم. فبولس بيقول ما إلا شخص لما يكون مش ماشي بالمحبة عامل زي كده. ده عبارة عن بولس بيستخدم كلمات كتيرة جدا هتفرق معنا واحنا فاهمين التاريخ بتاع الكلمة دي. لكن نرجع تاني إلى رومية 6، ما بيقول فشكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذ أعتقتم الخطية صرتم عبيدا للبر. فده يشرح، بيقول أنا بضطر أتكلم معكم بصورة بشرية عشان مش تفهموا المثل ده، فمضطر أكلمكم بشرية. ده معنى الآية بتاع عدد 19، أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم. أي معناها إيه؟ يعني معناها أنكم مش هتفهموا عمق الكلام، فمضطر أجيب أمثلة. لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر. معنى كده أن الآن أنا مبتلع من البر وليس من الخطية. ركز في الكلام ده. يعني معنى كده لو انت عدت تتأمل في التعليم الكتابي، زي ما بقول أعتقتم لما تسلمتم أطعتم من القلب، عدد 17، صورة التعليم أو ما صوره لكم هذا التعليم من صور حقيقية عن اللي صنع يسوع، صرتم الآن مبتلعين من البر. معنى كده لو عدت أفكر في الكلام، هذه الصورة الحقيقية عني، ألاقي الصودة وبقي أقوى وأقوى وأقوى، إن أنا أكون بسيطر على مشاعري، بسيطر على جسدي، بسيطر على أي حاجة بسهولة جدا، لأن أنا أوريدي مبتلع دلوقتي من حاجة تانية، من البر، من الفعل الصح. وبالتالي اللي صنع يسوع هو إيه؟ استلم أوراقي عكس رومية 7 وحررني من حالة العبودية دي. تاني حاجة، هو طلعني من حالة الابتلاع اللي فيها الإرادة كانت هي إرادة إبليس، حالة من التطويع، حالة من العبودية اللي فيها أن الإنسان ما يبقالوش شخصية خالص، غير لما يجي إبليس يقول له دلوقتي اعمل كذا يعمله، زعق دلوقتي زعق. هو طبعا مش عارف أنه هو إبليس، هو مبتلع، هو صوته بقي نفس صوته، فيفتكر أنه هو اللي بيفكر كده.
وهذه الخدعة اللي النهاردة إبليس بيرميها من برة مش من جوة. بعد ما أنت قابلت يسوع من جوة في قوة، أنت مبتلع من ابتلاع تاني، وهذا ليس بالعافية، حصل لما أنت قابلت يسوع، وهو ده المفروض الإنسان يكون عليه. رب يسوع ما عملهوش بصورة قهرية استعبادية. عشان كده لفظ دوة معناها أن الإنسان خرج من إيدين إبليس، الآن مبتلع ابتلاع من نوع تاني. هللويا، ما أعظم لسان رب يسوع. هنا أرى معك شاهد تاني عشان نشوف اللي صنعه رب يسوع. أفسس 2 وأنتم إذ كنتم، عدد 1، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، كنتم التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر، حسب همسكها دلوقتي، حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. الآن بالنسبة يعمل للناس اللي هم أبناء المعصية، لكن أنتم كنتم لكن بالنسبة وسلكتم بالماضي، لكن حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء كنتوا كده، بس دلوقتي هو شغال، هو ده الروح اللي بيعمل الآن، بيعمل الآن في أبناء المعصية. خلينا نشوف كلمة يعمل في اليوناني، إنرجيو، اللي جي بعد كده منها كلمة إنرجي، طاقة. اللفظ ده هو في اليوناني، احنا بنستخدم كتير حاجات جاية من أصول يونانية وأصول لاتينية في تداخل بين اللغات دي في حاجات كتيرة. فهي اللفظ جاي إنرجيو، أي الطاقة وراء العصيان، في حالة ابتلاع كان الإنسان فيها. النهاردة لما تيجي تقولي أنا مش عارف ليه مش عايز أعيش الكلام ده، لأنك مصدق وهم، أنت مبتلع، أنت في حالة ابتلاع للبر وليس للعصيان. الطاقة اللي بتعمل دلوقتي، الطاقة للإنرجي، الإنرجي والطاقة اللي شغالة دلوقتي في أبناء المعصية ليست شغالة فيك دلوقتي بعد صنع يسوع. هتقولي طب ليه حاسس بكده؟ لأنك قعدت تسمع لأصوات محدش نفاها ليك وقالك لأ عليها. أشكال صنع يسوع، لو أنت قعدت تتأمل فيه وتفهم صورة التعليم الصح وقطعته من القلب، هتلاقي نفسك خرجت بره دوا بسلاسة، وتستغرب على سلاسة الأمر، لدرجة بعض الناس بنتعامل مع المشكلة دي معاهم من كتر سهولة خروجهم من الأمر يستغربوا نفسهم ويبتدوا ما يصدقوش فيقعوا تاني، المرة دي من الاستغراب وليس من الخطية أنها قوية. مشكلة لما تيجي تقول ليس مثلك، ليه؟ لأنه صنع أمور ضخمة. خلينا نشوف اليوناني بتاع التي سلكتم فيها قبلا حسب، خلينا نشوف كلمة حسب. كتا، كتا في اليوناني هي كلمة تيجي بمعنى مساويا أو بمقدار أو بهيمنة. بهيمنة، بولس بيستخدم نفس الكلمة دي في بولي بحسب النعمة المعطاة لي في بداية الرسائل، بحسب النعمة المعطاة لي، أنا بعمل كذا بحسب النعمة المعطاة لي، أي بسبب هيمنة وسيادة النعمة على حياتي. فكلمة حسب في العربي يعني تعتبر مسكينة عن اللغة اليونانية اللي جاية بيها. فهنا بيقول إيه؟ التي سلكتم فيها قبلا، التي كان مهيمن عليكم دهر هذا العالم. استخدم لفظ طريق التفكير، عشان كده شرحتها بكده في مملكة ليست من هذا العالم، مؤتمر قبل كده شرحت فيه الفرق بين الأيون والكوزموس. فبيقول الأيون أي الدهر، أي طريقة التفكير والنظام الفكري اللي كان مسيطر في هذا الكوزموس، في هذا العالم. خلينا نفهمك أكتر كلمة دهر معناها إيه. لفظ دهر معناها حالة فكرية أو عبارة عن نظام أو نكهة. يجي يقول لك مثلا تشتهر السبعينات بكذا، تشتهر التسعينات بكذا، اللي كان سايد في الخمسينات الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، اللي كان سيد هي حروب، سيد حالة من الهيمنة، تروح هنا تلاقيها، تروح هنا تلاقيها، تروح البلد دي تلاقيها، حالة من الهيمنة. فبيستخدم نفس الأصدق، والأيون هو حالة من الهيمنة الفكرية والنظام السائد.
فبيقول ايه؟ كنتم خاضعين ومسيطر عليكم ومتسيد عليكم ومسيطر عليكم مهيمن عليكم. حسب، هي دي كلمة حسب، حسب النظام اللي كان سائد، كان سائد بالنسبة لنا لكن لا زال يعمل الآن. عشان كده في فريقين في الأرض، لكن الفريقين دول ليهم شغل، والشغل دوع. لو أنت مش مشترك فيه الحق اشترك فيه، وهو إحضار ناس إلى هذه المملكة وأنت هنا على الأرض. ليه؟ لأن اقترب جدا 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 أنه بالعافية هتكث كل ركبة من في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض بالعافية. دلوقتي وقت أنها تحصل، أنها دي سنة المقبولة دلوقتي، هي دي الفترة المقبولة دلوقتي. رب يسوع ما دخل إلى المرحلة دي، هو ما دخلش لمرحلة أنه وقع في إيدين كتبة فرسيين، وقع في إيدين أرواح شريرة مسيطرين على كتبة فرسيين، وقع تحت العبودية دي بنفسه، سلم نفسه إلى هذه العبودية علشان يطلعنا إحنا من دول. شوف كلمات كتيرة جدا بولس بيستخدمها بعد كده بناء على أنا بحطه النهاردة من أساس. حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، استخدم لفظ حسب تاني وبيقول مهيمن علينا رئيس. رئيس حالة من السيادة، وكان ماسك ولا زال ماسك بالنسبة للناس التانية، لكن إحنا بدنا نملأ الغلاف الأرضي بأماكن تانية ليسوع على الأرض بتواجدك بس، بتواجدك بس. سلطان إكساوجيا في اليونانية جاية معناها إكساوجيا، أي معناها قوة ممنوحة. إذن معنى كده اللي بيحصل ده وراء أرواح شريرة، زي ما قلت الثلاثة اللي فات، زي السيرة اللي فاتت، إنه أكلوا أكل روحيا، شربوا شرابا روحيا. بعدها على طول كرسول عشرة، وده بداية التعليم عن كسر الخبز، فبيقول ما تقعدوش مع الناس عشان تشتركوش في شراكة مع الأرواح الشرير. ده جدر الموضوع. تقول لي ده بالنسبة لشعب إسرائيل علشان ده كان من بينزل من السماء، وده عشان كانت المية والصخرة هي كانت يسوع. كمل بعد كده، هيجي يقول إيه في الأعداد اللي بعد كده على طول، بيقول لا تكونوا الشركاء معاهم في نفس البنك، البنك بتاعها، البنكوت بتاعها، أو القعدة دي التي هي تمنح حاجات، بتمنح حاجات، قد تكون بتمنح حاجات من أرواح شريرة وانت مش عارف، مش كده؟ وانت بتهزر مع أصحاب أو ناس في الشغل أنت لا تعلم، أنت يا بتشترك يا بتلفظ دوا من حياتك، وده بيعقب عليك في الآخر لنفسك شخص ماشي روحيا سريع، مفيش حاجة متقلك وانت مش فاهم السبب ايه. هو ده رئيس سلطان الهواء، بيستخدم لفظ هواء. اللفظ ده في اليوناني كان مستعمل اكتر في الاماكن العالية اللي فيها هواء نقي مفهوش روائح كتيرة من البقايا بتاعت الحيوانات او القبور، فكان هو اعلى الجبال. بمعنى اخر كأنه بيقول مسيطر على كل ما هو تحت الغلاف الجوي، رئيس سلطان الهواء. إذن هو كان سيد. تخيل معايا المنظر ده قبل يسوع، كان مسيطر على الكرة الأرضية بصورة فيها تحت سلطان وقبضة شيطانية شديدة، حالة إيه؟ حالة ابتلاء للإرادة والمشاعر، حالة ابتلاء للأفكار، إن الشخص مبتلع أفكاره طول الوقت بيفكر طبقاً لما يملى عليه من إبليس، ما عندوش مفر، ما عندوش أوبشن تاني، مش شايف إن ده غلط. حالة من إنه الهوية بتاعته لم تعد بتاعته، الهوية بتاعته اتنقلت إلى حد تاني هو اللي يقول له أنت إيه وتعمل إيه وأنت عبارة عن إيه. عشان كده حالة من الحاجات، شخص عدى في وقت في حياته في خطايا جنسية كتيرة
إلى أن بدأ يقتنع بأفكار أنت على فكرة بتميل إلى الولاد، أنت كولد بتميل إلى الولاد، ده طبيعي، ده طبيعي. وللأسف في الأوساط المسيحية بيتقالوا الكلام ده، إلى أن بدأ يعرف الحق كتاب يكتشف أن ده مش طبيعي، ده مش طبيعي، وده يكتشف أن دي كانت حالة من هدم الشخصية وعكس الشخصية، وأن الشخص يقدر يتحكم في إرادته، في مشاعره، وفي ميوله، في رغباته، إلى أن خرج بر هذه السطوة الشيطانية اللي فيها اعتقادات ومشاعر، مشاعر قوية جدا. ده اللي بيعمله إبليس، بيحاول يستحوذ، يدي انطباعات قوية جدا، تفتكر خلاص لا مفر، أنت وقعت وقعت. هي دي نفس المشاعر اللي بتيجي عند ناس، أنه خلاص أنت وقعت وقعت، خلاص بقى باظت، خربانة خربانة. هو ده الفكرة اللي بتيجي على طول، وهو شايف أنك أنت مش بتقول لأ، فأنت بتقع بسهولة. المرة دي أنت وقفت له وعرفت الكلمة، بتقول لأ، بتيجي يجيب لك من ناحية تانية. لكن لو شخص ما تعلمش الكلمة، ما تدربش على تدريبات الكلمة، أول ما تجيله الفكرة ما خلاص هي باظت باظت، يبتدي يشمر على ذراعيه إلى حالة انتقام من الحالة دي، لأنه شايف إن حياته بمفرده لا يوجد روح قدس في حياته، مع إنه بقه بيقول وبيرنم ويعلم، ممكن يكون بيشارك روح القدس بيساعدنا. يجي على أرض الواقع، يجي عند موقف معين، إبليس دارس شخصيته، يشوفه في الحتة دي ما عندهوش كلمة لأ، خاضع لي، مش لأنه مستعبد لي، لا، لأنه مقتنع اعتقادات خاطئة عن نفسه، أنه هو بقي خلاص اللي بيحس به هو ده هو نفسه، في حين ده كان عبارة عن أرواح شريرة بترمي أفكار وانطباعات توحي للشخص كده. عشان كده بيقول في عدد 3 الذين نحن أيضا جميعا، خلينا أقراها تاني في عدد 2، التي سلكتم فيها، كنتم أمواتا بذنوب الخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، ده الروح اللي بيعمل دلوقتي في أبناء المعصية واستعبدهم، إلى أن وصلوا مرحلة إيه؟ المعصية العدوانية للكلمة، السخرية من الكلمة. مش لازم تلاقي شخص بيسخر من الكلمة، لكن تلاقي شخص ما يسلكش بيها، مش معترف بيها، ليست رب عليه. بعد ما الشخص قبل يسوع لازم يستمر يخلي الكلمة رب على حياته، إذا الكتاب يقول كده يبقى هي كده. لاحظ معايا، أمواتا، كنا أمواتا، إذا الموت هو ليس أن الشخص بيروح الجحيم بس، الموت ليس أن الشخص بيموت جسديا بس، الموت هو إيه؟ هو حالة دخول السلاح والمفعول اللي كان موجود علشان يتعامل مع إبليس والخطية. ليه؟ لأن الجحيم صنع لإبليس وملائكته وليس للبشر. فأول ما إبليس دخل في الموت وبقي فيه حكم الموت مش منفذ كاملة، ليه؟ لأن رب منتظر الإنسان يتمم دوا. فإبليس بتعامل بنفس النكهة والسيادة اللي هو فيها، هي سيادة موت. عشان كده زي ما قرينا في كلوسي 1، أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا ونقلنا إلى. معنى الكلام اللي بيقوله بولس إيه؟ في ذهنه هو بيتعامل مع موضوع العبودية اللي كان الإنسان فيها، الهوية ضايعة خالص، الشخص مش شايف نفسه كما يراها الله، شايف نفسه كما إبليس أملى عليه، سمعها وهو بيسمعها من بابا ومامته، أنت مش فاهم، سمعها من أصحابه، إبليس كلمه في ذهنه، كلمه من الناس اللي حواليه، قد يكون كلمه من آيات بتفسيرات غلط، ودي أبشع لما تجيلك من المكان اللي أنت واثق فيه وهو كلمة الله، وتيجي كلمة الله تتشرح غلط وتوصل لك معلومات غلط عن نفسك، وانت رامي قلبك ليها، مفتوح القلب ليها، هذه أبشع من أن حد من بره بيقولك الكلام ده، أو تجيلك من شخص روحي بيكلمك وبيديلك تعليم غير كتابي، هذا أبشع. فبدأ إبليس يرمي، بيستلم كل إنسان بيتولد، لو عرف يستلمه من أول لحظة بيسعى لده. عشان كده كتاب يتكلم أن أولاد المولودين من التاني مقدسين في الرب، ليه؟ لأن يوجد هجوم على أي طفل بيتولد،
وسعي إلى أنه يبوظه من البطن، من إن خلال الأب والأم يرفضوه ويقولوا عليه ده وجه غلط، يبتدي الأرواح الشريرة تدخل لتقنع هذا الكائن أنه بيتكون روحياً ونفسياً وجسدياً، مش جسدياً بس، فبيسمع الكلام ده في روحه، فبيسمعه فيطلع كاره نفسه، بتبدأ من البطن، تبدأ من البطن، فيخرج الطفل من غير ما تقول له إحنا كنا بنقول عليك كده وإنت في بطن ماما، هو واعي أنه مرفوض. تخيل معايا إبليس حاول يعمل إيه في الإنسان، وجي يسوع في خبطة واحدة أنجز هذا الأمر وأباد مفعول الموت. مفعول الموت هو هدم الشخصية قبل الموت الجسدي، هو حالة من الألم وحالة من حاجات مفعولها طويل الأمد جوه الإنسان، فالشخص يتأمل في الألام اللي عبر فيها والإهانات اللي عبر فيها ويقعد يفكر فيها، هو عمال يموت بالبطيء ويعدي في حالة من أنه بيتشوي أو بيستوي على البطيء. هي دي حالة كنا أموات بالذنوب والخطايا اللي سلكنا فيها قبلا، اللي هي كانت حسب سيطرة الفكر السائد بتاع إبليس اللي هو بيرأس العالم ومسيطر عليه نتيجة عمله آدم إنه سلموا الأرض. الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، فكنا عصاة، كنا في حالة من العصيان دون أن ندري. مش لازم العصيان أنك تقول لا بصوت عالي، ممكن يكون حالة من عدم قبول الكلمة أو أراء الكلمة، وانت قاعد في قاعدة واحد بيقولك الكلمة بتقول كذا، وحالة من اللفظ والرفض. إذا كانت الأعراض دي موجودة فيك وانت قبلت يسوع، ببساطة نفضها من نفسك لأنها ليست فيك الآن. الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم، لأدت إلى تصرفات قبلا زمان، وده كان عبارة عن الشهوات، يعني عائدة أو حالة من الاستحواذ على الإنسان من رغباته، رغباته بدأت هي تسوقه، شهوات جسدنا، فبالتالي عملنا ما يريده الجسم، مش المفترض أن الجسم يقود الإنسان، فعملنا الحاجات دي والأفكار اللي كانت تترمي علينا، حالة من السطوة والعبودية. ليه؟ السبب إيه؟ لأن الطبيعة بتاعتنا، أكرر تاني، كنا بالطبيعة مش معناها طبعا، لا، كانت النيتشر بتاعتنا، كانت الطبيعة بتاعتنا، كانت أبناء الغضب كالباقين أيضا، زي الناس اللي لسه ما دخلوش إلى المملكة اللي إحنا فيها. عشان كده الإنرجي والطاقة اللي وراء العصيان كانت وراها أرواح شريرة، حالة من السيادة على الإنسان، حالة من التحايل عليه. افتح معايا كورنثوس الأولى 6 وعدد 20. لأنكم قد اشتريتم بثمن. وانت فاهم الآية دي دلوقتي بمعنى مختلف، الإنسان كان خاضع لإبليس، الإنسان كان حالة من أنه متباع، مبلوع، مسحوب، هويته مش موجودة، بيعامل معاملة الحيوان، عشان كده مجرور وراء أي أفكار تجيله، خاضع للأمراض، خاضع للفقر اللي في العالم، خاضع للحيل وأكاذيب الناس، خاضع للخداع، فيضحك عليه بسهولة، أي حد يجي يبيع له أي حاجة بسهولة، ما عندوش التمييز إن الحاجة دي إيه، يقتنع بأي شيء فيه إقناع، لأنه ماشي في السلك العالمي، ماشي في المبادئ العالمية. لكن الكتاب يقول لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. اشترينا بثمن، اشترينا، احنا تم الدفع، دفع الثمن. نثق انك تباركت بسماعك للكلمه.
للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.